اهلا وسهلا بيكم في ساندويتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندويتش فول بالسجق. هنطلع فاصل ونرجع نشوف مكونات الساندويتش. مكونات الساندويتش: فول مدمس، سلطه الطحينه، وسجق معمول او متشوح بالبصل المكرمل. سخنا شويه زيت، حطينا عليهم شويه ملح صغيرين، ندهن بيهم الطاسه. بعد كده نحط السجق اللي متشوح ببصل المكرمل، نحط الفول، شوية ملح وفلفل، نحط الطحينة، من على النار كده على طول على الساندويتش. كده ساندويتش جاهز، ساندويتش فول بالسجق والبصل المكرمل. نطلع فاصل نرجع نعمل العصير. النهارده هنعمل كوكتيل اناناس بالنعناع. المكونات: اناناس معلب من غير الميه بتاعته، شربات نعناع، تفاح متقطع ومتقشر، وحبايه ليمون برده متقشره، وهنستعمل طبعا شويه تلج وشويه ميه. نحط الاناناس، تفاح، حبايه الليمون، معلقة شربات نعناع، ثلج، مية، نقفل ونخلط. كده العصير جاهز، كوكتيل اناناس بالنعناع، ساندويتش حاجه ساقعه، بالهنا والشفا.